بكى النبي يوما؟ قالوا: لما تبكي يا رسول الله؟ قال: اشتقت إلى إخواني، اشتاق لإخواتي. شفت اللفظة دي يا أخي؟ والله العظيم كلام كبير علينا أودع أحباب إخواني، أنا مشتاق لإخواتي والله. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أنتم واخدين رتبة أصحابي. طب ومن إخوانك يا رسول الله؟ قال: قوم لم أرهم ولم يروني، لهم ما شافوني ولا أنا شفتهم. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ روايات متعددة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتون يوم القيامة على جباههم نور وعلى أقدامهم نور. قالوا: من أي؟ قال: من أثر الوضوء. الوضوء. وفي رواية قال لهم: لو أن فرسا أدهم، أدهم يعني أسود، أحبابي إخواني في الله، دخل وفي جبهته غرة بيضاء، ودخل بين خيل دهم كلها سود غطيس كده، بس ما فيهاش العلامة الإيه؟ أما يعرف الواحد خيله من غير خيله؟ هيعرف الفرس بتاعه ولا ما يعرفوش؟ قال: هكذا يأتون يوم القيامة. ده هم دول مين؟ نسأل الله أن نكون منهم يا رب العالمين.